وضعت صورة زوجها وابنها إلى جانب مئات من صور المعتقلين في سجون النظام في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تعقد مفاوضات السلام السورية. كانت فدوى محمود زوجة المعارض المعتقل عبد العزيز الخير من بين المجتمعات مع المبعوث الأممي إلى سوريا، أملا بمعرفة مصير زوجها وابنها اللذين اعتقلا سويا قرب مطار دمشق. أنا بدي ضل أشتغل لهذا الملف طالما أنه في معتقل بسوريا، مو أنه بس يطلع ابني ولا زوجي أنا بخلص، لا، أنا بيعنيني كل معتقلين سوريا. اعتقل عبد العزيز الخير 13 عاما في عهد الأسد الأب، ثم فقد في سجون نظام الأسد لبن منذ سبتمبر عام 2012. لا تعرف فدوى التي اعتقلت أيضا في الماضي ما إذا كانت المفاوضات الجارية ستنجح بتحقيق اختراق في ملف السجناء السياسيين. أثناء مناقشتنا مستقبل سوريا، علينا ألا ننسى هؤلاء الذين ما زالوا معتقلين أو مخطوفين أو مفقودين. هناك آلاف الزوجات والأمهات والأبناء ينتظرون نساء ورجالا وحتى أطفالا موجودين لدى طرفي الصراع. هؤلاء يجب ألا ننساهم. هناك أرقام وتقارير كثيرة تتحدث عنهم، لكن أحدا لا يعرف بالتحديد أعداد أو مصائر القابعين في سجون نظام الأسد. مريش حاضي، العربية.